السلام عليكم. ألمانيا: مقترح طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبول. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. صرح متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بأن المقترحات التي قدمتها إيران في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني غير مقبولة حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقال المتحدث: درسنا المقترحات بعناية وباستفاضة، وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها خلال شهور من المفاوضات الصعبة. وحسب المتحدثة فإن المقترحات الإيرانية لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات. وقالت: نتوقع عودة إيران إلى المفاوضات بمقترح واقعي. وأضافت: لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي، لكن الوقت ينفد. وفي وقت سابق قال كبير المفوضيين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخير قدمت اقتراحا موثوقا وتنتظر الرد من مفوضيها. ونقل الإعلام الإيراني عن كيني أن فريق المفاوضات قدم وجهات نظر في مجالين: أولهما رفع العقوبات الجائرة وغير الشرعية، والثاني هو الملف النووي. من جانبه ذكر ميخائيل أولينيانوف ممثل روسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن إيران اقترحت خلال محادثات فيينا إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة بتغيير مشروع الوثيقة النووية بشكل جذري، مضيفا أن العرض الإيراني أثار رد فعل متشنجا من بعض الدول الغربية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.